تخافش يا ابراهيم، الشريحه اللي فريده جايباها مش بيظهر لها رقم، بعدين زلاتي واللي معاه مش واصلين قوي جوه شركات التليفون. احنا ربنا كرمنا فريده، لولا ما كناش عرفنا نعمل حاجه. الله الله يكرمها ست فريده، دي بنت حلال، كرمتنا اخر كرم والله، كنا عايشين في نغنها وعز عندها. ده الحيطان عندها نكسر بيك بدل الزريبه اللي احنا اترمينا فيها دي. بس برضه انا مش فاهم، يعني الرساله دي هتعمل ايه؟ لا هتعمل كتير يا ابراهيم، الناس دي طول ما هم مع بعض ايد واحده مش هنعرف نعمل معاهم حاجه، لازم يتفرقوا. ورفعنا عارفه كويس، لو خاف يبقى احنا قطعنا نص المشوار. ايوه بيه، بس هم مش هيسيبوه، يعني هيفضلوا وراه برضه، مش هيسيبوه يردوا بقرشين يعملوا معاه اي حاجه. وانا كمان مش هسيبه، انا كل شويه اقعد ابعت له رساله انقح من اللي قبليها لحد ما يفرفر واجيب اخره، وساعتها اعرف اضربه امتى. الله ينور عليك، مش مباحث وبس، ده انت مباحث وعصابه كمان. يعني انت متاكده يا فريده انه دلوقتي في مكان امين؟ والله يا طنط ما تقلقي، انا حوده طمني وقال لي ان هم في مكان ما يخطرش في بال اي حد. يا حبيبي يا ابني، واخرتها بقى في البهدله والشحططه اللي هو فيها دي. بهدله وشحططه ايه بس؟ ما انت عارفه سليم ابنك كويس قوي، جامد وقدها وقدود. هو أغلب من الغلب، انت ما تعرفيهوش يا فريده زي حته من قلبي. كانت فين الحنيه دي من زمان يا ماما؟ انت كنت بتديله كل محاضره والتانيه. كنت خايفه عليه، خايفه عليه من قسوه الدنيا، لكن اهو مكتوب عليه قسوه الدنيا. بس انت معاكي حق، يا ريتني كنت طبطبت عليه وخدته في حضني زي الأمهات ما بتعمل، كان على الأقل استحمل قسوة الدنيا دلوقتي. إيه الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده بس يا طنط؟ طنط أنتِ حد فيكي حنية تكفي الدنيا وما فيها، وأنا واثقة ومتأكدة إن سليم أول واحد عارف كده. آه والله يا ماما، ده أنا حتى طول عمري بغير عليه من الحضن اللي أنتِ بتحضنيه له. ده أنتِ عليكي حتة حضن يا ماما. نجيب قهوة تاني ولا ايه؟ عاوز سعادتك تعمل يا فندم. على الأقل بيقولوا إن القهوة فيها فيتامينات ومغذية، أهون بكتير من السجاير اللي هتجيب لنا الجلطة دي. أه يا فندم، ممكن يجيب لنا جلطة برضو من قلة النوم. سعادتك هنا من 7 الصبح والساعة داخلة على 1:30. ايه خايف على صحتي قوي يا أخويا؟ طبعًا سعادتك، وأنا عندي أغلى من صحة سعادتك. لا اطمن خالص، الحمد لله أنا صحتي زي البوم، ولا تحب أقوم أثبت لك وأكشم لك. لا 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 يا فندم، طيب أحسن. أيوة كده اتظبط. ها عندك جديد؟ قرينا المحضر 4 مرات يا فندم. وخمسة. وخمسة؟ مفيش حاجة جديدة يا فندم، كله كلام منطقي. تعرف يا وليد إيه الغلطة الكبيرة اللي إحنا عملناها؟ إننا ما جربناش نمشي ورا كلام سليم الأنصاري، مع إني كنت متأكد إنه كلام تافه وملوش أي قيمة، مفيش عليه أي دليل. ماشي يا فندم، حضرتك بتقول أهو كلام تافه وملوش أي قيمة، أمشي وراه ليه وأنا عندي كلام منطقي ومترتب؟ ما هو في حاجة أنت واضح إنك مش فاهمها. اي كلام في اي قضيه مهما كان تافه وملوش قيمه ممكن يوصلك لحقيقه مش ممكن توصلها في العادي. لا معلش يا فندم، ده ما كانش راي سعادتك في الاول. الاول كنت بتقول القضيه محلوله وما فيهاش اي مجال للتفكير. غيرت رايي يا سيدي، عندك مانع؟ لا يا فندم ما عنديش مانع ولا حاجه، بس يعني ما فيش حاجه جدت تغير تفكير سعادتك الا بقى لو في حاجه جديده انا ما اعرفهاش. ايوه في، ارتحت؟ ما تسالنيش عشان مش هقول لك، لانه من المصادر السريه. ولاول مره احس، ولو انه احتمال ضعيف قوي، سليم الأنصاري ممكن يبقى مظلوم. احتمال وضعيف. أيوة، وهجرب أمشي ورا الاحتمال الضعيف ده. وهتمشي ورا إزاي يا فندم؟ نحط عينينا على اللي هو اتهمهم. لطفي أبو المجد وحماد وابن لطفي ونشأت. ورفاعي وزناتي. لا، رفاعي شاهد في القضية، لكن زناتي ملوش دعوة بالقضية. ده حتى سليم ما جابش سيرته في التحقيق. بكرة هتعرف. على فكرة بقى، زناتي ورفاعي هما الخيط اللي ممكن يوصلنا للحقيقة، عشان كده عايزك تعمل لي تقرير وافي عنهم هما الاتنين وتحطولي على المكتب في أقرب وقت ممكن. تمام سعد، حاضر. نشرب قهوة تاني؟ نضرب يا باشا.
زنيتي؟ يا اخويا اللي مقعدك كده، انت ما نمتش لغايه دلوقتي ولا ايه؟ لا ما نمتش. نام انت صفاء. نام ازاي بس يا اخويا؟ واسيبك وانت قاعد كده؟ في ايه يا اخويا اللي مشايلك الهم كده؟ مش انا اللي شايله صفاء، الهم هو اللي راكبني مش عايز ينزل، عامل زي القطة فوق ظهري ملازمني منين ما اروح. ليه بس كده يا اخويا؟ هو انت مش لسه قايل لي من كام يوم انها الحمد لله فرجت وانها هتفتح لنا من واسعة؟ كنت فاكر كده يا صفاء، كنت فاكر الدنيا بعتت لي موضوع لطفة بن مجد وابنه ده عشان تصالحني على اللي عملته فيا طول عمري، مش الظاهر اني طلعت عبيط. عارفة يا صفاء، الدنيا دي ليها ناس وناس، وانا الظاهر كده مكتوب للدنيا تفضل مدياني ظهرها طول عمري، وحتى اليوم اللي تديني فيه وشها تبقى خبيه لي خنجر وضرها. صلي على النبي كده يا اخويا، هو بس في ايه حصل لده كله؟ عارفه صفاء، زمان لما كان جوز امي يضربني كنت قاعد اصرخ واقول له حرام عليك هموت، كان يقول لي موت، يقول لي موت يا اخي وريحنا، ريحنا من نحسك، انت اللي فقر البيت. وانا نحس صح يا صفاء؟ اكونش فقر وانا مش دريان؟ فقر يا اخويا؟ ده انت سيد الناس كلها، وانا شفتها انا غير معاك. انا ايه بس يا صفاء؟ تضحك على نفسك ولا تضحك علي؟ انا ايه اللي هتشوفي مع راجل محروم من الخلفه؟ اسكت يا صفاء. خلفتي يا اخويا وعيال اللي بتتكلم عنهم دول؟ وانا عندي في الدنيا دي كلها غيرك يا زنيتي. وبعدين يعني هو انا هجيب عيال منك منين؟ انت عيل اهو. ولو جبت عيال هجيب لهم صحه منين؟ انت مشايلني الهم. اصل يا صفاء، عارفه يا بنت، انا الدنيا ما جبرتش بخاطري في حاجه غيرك انت، وانا ماليش حد في الدنيا دي كلها غيرك انت حبيبي. مش هتقولي بقى شايل الهم ليه؟ عشان الدنيا اللي عايزاني افرح، ولا سايبني افرح بالحاجه اللي خدتها بدراعي، بس وعز جلاله الله ما هسكت، وهاخد فرحتي غصب عني عن الدنيا، ولو هطير فيها رقاب. لمين؟ حضرتك نسيت التليفون. غوريا، هو انت هتفضل تبعت له رسائل كده وخلاص يا بيه؟ طالما جاي معاك ما تقول له بقى على اللي عندك عشان نخلص. ما ينفعش يا ابراهيم، انا افضل اكسر في اعصابه حته حته عشان لما اعرض عليه الحل يمسك فيه بايده واسنانه. طب هو ايه اللي يخليه ما وافقش على الحال؟ الطمع والجشع. بعد احنا برضو مش عارفين حتى تاني زناتي ممكن يكون بيعمل معاه ايه. انت عارف يا ابراهيم المباحث لما بتحب تخلي حد يعترف بتعمل فيه ايه؟ عارف يا بيه، عارف يا دي حاجه مستخبيه بيعلقوه وينفخوه ويفضلوا يضربوا فيه لحد ما يعترف باللي عمله واللي ما عملوش. لا يا نصعد، الغشيم اللي بيعمل كده احنا بقى بنجيبه ونحطه في اوضه لوحده ونشغل جنبه ودنه حنفيه تقعد تنقط في ميه لحد ما يتجنن. انا بقى هفضل نقط في دماغه رسائل لحد ما يروح خالص، فاهمني؟ هو ما بقاش قدامه غير تلقيح الكلام وشغل النسوان. بذمتك ده راجل يخوف نملة احمر. انا بقى احمر صحيح لو مشيت وراك تاني يا زناتي. وبعدين هي الرساله دي فيها ايه جديد يعني؟ انا مش تايه عنك، انت ساعه الجد هتبيعني وتبيع ابوك كمان، خلصانه بقله اصل. بس يكون في معلومك يا صاحبي بقى، البيع رايح جاي، يا روح ما بعدك روح، خلصانة عليا وعلى أعدائي. يا جدع بطل الفطة في الكلام بقى وكلام فارغ بقى، أبيعك إزاي يا جحش أنت؟ وحد يعرف اللي حصل ولا شافه غيرك؟ اللي روحك. أنا بقول لك أنت يا بهيق، يا ابني أنت أخويا ورا ليه حد في الدنيا غيرك يا أهبل؟ إزاي أنا مش هروح في داهية لوحدي؟ محدش هيروح في داهية غير سليم الأنصاري. هو كمان هربان اليومين دول عمال يتنطط لنا زي الفرع لوس كل شوية. مرة يروح لحمادة تايسون الله يرحمه، مرة يطلع لك في المحمول.
بس هو راح من شرف امه اللي دفعه تمن ده كله غالي. انا قلت لك طالما بعيد عننا خلاص هسيبه في حاله، لكن هيشتغل لنا في الازرق ده انا اللي بدعته وهو اللي جرى على روحه بقى. كم حسست انك وزير الداخليه براح امك؟ طالما جبت سيره امي يبقى صفيت يا حمار. يا ده انا اقدر اعمل اللي ما يعملوش وزير الداخليه ذات نفسه. ده انا زناتي يا ولا نسيت؟ هتعمل له ايه يعني؟ مالكش فيه بقى. انت كل اللي يخصك في الموضوع ان سليم الانصاري يلبس الاساور خلال اسبوع، غير كده مالكش فيه يابا. انت بس كل اللي عليك ان كل ما يبعت لك رساله من دول على المحمول تبلغني اول باول. امين يابا؟ امين يابا بخدودك دي؟ اهو دلح. لخص يا زناتي، عايز تقول ايه من غير هري كتير؟ انجز. لمؤاخذه سعاده الباشا، سعادتك عارف ان انا ابن المنطقه وبعرف دبه النمله حتى قبل ما تحصل، وليه في كل خراب عفريت. وانت جاي هزز لي طولك في المكتب ومعطلني عشان تقول انك جامد؟ عرفني يا سيدي انك جامد. العفو يا باشا مصر، انا بس عايز اقول لسعادتك على حاجه. قول يا ابني انجز. لمؤاخذه يا باشا، المنطقه بتفرط مننا، ولو سيبنا الامور تمشي على كده السيطره اللي بنيناها في السنين اللي فاتت هتروح مننا. لا اظبط كلامك بقى واقعد كده احكي لي ايه الموضوع. استراحه يا باشا مصر. لا مؤاخذة يا باشا، يعني العيال الشمر اللي في المنطقة بيطرطشوا بكلام كده ما يصحش تسكت عليه. كلام ايه ده؟ يعني لا مؤاخذة، يعني بيقولوا لا مؤاخذة ده كلامهم مش كلام يا باشا. بيقولوا سليم الأنصاري موت العيال الصغير في القسم ومحدش قدر يهاوب ناحيته. ودخل المنطقة وهو هربان وقتل حمادة تايسون وخرج شخص ليه. يعني لا مؤاخذة كده يا باشا، يعني بالمفتشر كده يعني، لا مؤاخذة ده كلامهم والله مش كلام يا باشا. يعني بيقولوا الاسم ما جابش ذكر غير سليم الأنصاري، بيعمل اللي هو عايزه وهو هربان وهو جوه الخدمة. انت جاي دلوقتي تسمعني كلمتين سمعتهم في قعده حشيش ولا هرتل بيهم واد من برشم في الشارع؟ هما كلمتين يا باشا، بس لازم لهم رد. سليم باشا مرمق كرامتنا في الارض يا باشا. انت عايزنا نعمل ايه؟ اذا كانت الداخليه بجلاله قدرها لفه عليه شمالي ويمين مش عارفه تجيبه، انا اللي هجيبه؟ نرفع تقرير يا باشا باللي بيحصل ده، ونقول لهم ان الامور لو فضلت ماشيه على كده مش هنعرف نرفع عيننا في عينين اي عيل من الشمال اللي في الشارع يا باشا. انت فاكر يعني الداخليه ما عندهاش علم بالكلام ده؟ عندها علم يا باشا، بس احنا برضو لازم نفكرها، البني ادم نساه، واحنا من ناحيتنا لازم يكون لنا رد على الارض يا باشا. رد؟ يا باشا رد. نمره، ونمره كبيره كمان، نرجع بيها هيبتنا وتبقى سيرتنا على كل لسان يا باشا. شكلها ايه النمره دي بقى يا زميلي؟ لما اقص سعادتك يا باشا، يعني عندي فكره صغيره كده، لو عملناها هتبقى جون، وجون كبير كمان وفي المقص. بتنجز يا ابني تقول فيه ايه؟ في قعدة هتحصل في المنطقة هنا يا باشا، تجار سلاح، تجار من المنطقة من الضرب الأحمر ومن نزلة السمان ومن الصعيد، بيرتبوا البيعة كبيرة قوي. القعدة دي تحصل يوم الجمعة بالليل في بيت حسان أبو سنة. أنت شارب حاجة زناتي؟ عايزنا كده نخش بيت حسان أبو سنة كده عادي؟ ما أنتش عارف إيه اللي حوالين بيت حسان أبو سنة؟ دي هتبقى حرب يا ابني، ما هياش أي طلعة. عارف سعادتك، عشان كده بقول لسعادتك إن هي محتاجة ترتيب وشغل عالي، بس النمرة زيادة يا باشا هترجع علينا هيبتنا زي زمان، وهتخلي كل واحد يحط لسانه في بقه وكل قرد يلزم شجرته. وبعدين لما مؤاخذه يا باشا، نمره زي دي تفرق مع سعادتك كتير. انت مش بعيد بكره الصبح نقول لسعادتك يا سياده العقيد. اسمع من بقك ربنا يا زناتي. قول امين يا باشا. امين يا اخويا. باشا مصر. حلوه ومتدلعه وفي مشيتها شخلعه. يا صغنن على الشيل والشقه. ما تجيب اشيل عنك بقى. كتر خيرك يا زلطه. اطلبت لك يا اخويا الاول عديني يا بت. انا عايز اشيل عنك، اسمعي مني، بدل الشيل والحط اللي هد نفسك ده يا بت. بت لما تبتك يا اخويا، المساعد ربنا. وماله؟ مش يمكن ربنا بعتني ليكي عشان اشيل عنك؟ ولو خايفه من الجميله يعني ابي رديالي، اول ما اوصلك البيت ابي اعملي لي شويه شاي وكيك. حكيم انا عايز الكيك زي عينيا. يوصلوك القرفه يا بعيد. بيت ايه ده اللي عايز تشرب فيه شاي يا اخويا برشامجي بتاع المخدرات؟ وديني لما ينزل اشرف لو اوريك شغله. لا اشرف، لا اشرف، لا والنبي. اشرف مين؟ اشرف مين ده؟ زمان واقف عسكري في كمين. يا بت اسمعي منه، سيبك من الواد الكحيان دوت، هكتب عليكي وبالحلال وهخليكي ست البنات اللي بيها في دماغك، ومفيش كلبه يستجري يبص لك في المنطقه دي هي كلها. ايه يا زلط صوتك عالي ليه؟ جرايه يا معلم، ما تحس طبيعك عني، ولا انت ما كفاكش اللي عملته في اخويا هتدوره على حريمه كمان. لا 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 لا، في ايه يا قطه؟ الله، سنه ضوافرك علينا ليه بس؟ قوي
الواد ده مستقصدني في الرايحه والجايه، يا تلمه انت يا تقولي انا لمه. مستقصد مين يا امه؟ مستقصد ده امك اللي خلاص يا زلطه. هوت معلش يا نور، توكلي انت على الله دلوقتي. روحي. هو ايه اللي بتجل على الله؟ روحي يا معلم، انت ركبتها عليا ومسبتها تمشي كده. انت طول يا باف، طول واحده زي دي تركبك؟ بس اللي زي دي بقى مش محتاجه الكلمتين الباردين اللي انت عمال ترميهم في المعاكسه في الرايحه والجايه. لا ده شغل تقيل ياد ما تفهموش انت. اعمل ايه يا معلم؟ البت هتجنني، دي عليها جسمي يودي الاسم. عذوره زلط. بس انت بقى الغشوميه بتاعتك دي مش هتوصلك لحاجه. سيب بقى معلمك يتكتك ويظبط ويتصرف. خلاص بقى يا نوره، معلش. هو انت مش بهدلتيه وخليتي اللي ما يشتري يتفرج عليه؟ طب واخرتها ايه يا ابو؟ هيفضل يلقح جدته عليا في الرايحه وفي الجايه كده؟ تفتكري انت لو ابراهيم كان موجود كان قدر يعمل معانا كده؟ يو يا نوره، ما تقلبيش عليا المواجع بقى يا بنتي. انا اللي فيا مكفيني. مواجع؟ مواجع ايه بس؟ ما هي المواجع محوطانه من كل ناحيه. حتى اشرف، اشرف اللي قلت هتسند عليه مش لاقيها ورا اخر. يعني يا رب هو انا مكتوب لي افضل لوحدي كده؟ ده يرضي مين؟ يرضي مين ده؟ يرضي مين؟ قوليلي. وبعدين يا صلاح، حل ايه؟ موضوع سليم الانصاري ده بوخ قوي وبقى دمه تقيل. هو بايخ من الاول خالص ودمه تقيل يا فندم. ايه اللي جد؟ لا جد جديد. دلوقتي كل من هب ودب بيتنطط على قفانا يا صلاح. انا مش فاهم حاجه يا فندم. جايلنا تقارير بتقول ان استمرار هروب سليم الانصاري حطت الحكومه كلها في مازق. طبعا بتحمي الفساد وبتدافع عنه. وبعدين اعضاء من نواب المجلس راحوا قابلوا السيد الوزير، كلموه كلمتين بايخين، ما يصحش، رزاله. وبعدين جاي لي تقرير دلوقتي من اسم العمرانيه بعد اللي عمله سليم الانصاري، بقول لك مش عارفين يسيطروا على الاسم. دخل قتل الواد اللي اسمه تايسو وطلع محدش قدر يقرب منه ومشي. هو مين يا فندم اللي قال ان سليم الانصاري هو اللي قتل تايسو؟ الله، جرى صلاح، انت مش سمعت الواد الشاهد اللي جابه لك؟ بس الموضوع يا فندم لسه في النيابه، لما يخرج من النيابه نبقى نعرف بقى هو مدان ولا بريء ولا ايه بالظبط، وهو اللي عمل كده ولا لا. انت ايه حكايتك صلاح؟ انا مش جايبك هنا عشان نحل فوازير، لا، انا مش عارف الاقيها منين ولا منين ولا منين. الجرايد والصحافه والسوشيال ميديا اللي فاتحه الهواء وعماله بتاخد تليفونات، تاخد تليفونات وتسمع بقى ما تكره. مره يجيبوا ام الولد وتسمع، تسمع كلام ما تطقوش، ومره يجيبوا الواد التاني ابن الراجل اللي هو شايل من سليم. ما تعرفش تحقيقها منين ولا منين. وبعدين انت ايه حكايتك صلاح؟ الله، انت اول واحد في مصر كنت عاوز تقبض على سليم الانصاري، ايه اللي جرالك؟ في ايه؟ ما زلت مصر ان اقبض على سليم الانصاري يا فندم. بس انا ليا تحفظ واحد بس، يا ريت الضغط اللي علينا ده مش هو اللي يحركنا. وهو ده لو ما حركناش، ايه اللي هيحركنا؟ احنا ماشيين في الموضوع يا فندم، وفي شويه خطوط كده وفي خطوط. ايه يا صلاح؟ مفيش الا خط واحد بس اسمه سليم الانصاري، تجيبهولي من تحت الارض. لو انت مش قادر يا صلاح سيب القضيه وامشي، اشوف ضابط تاني غيرك. اتفضل. مفهوم يا فندم. بعد اذن سعادتك. أنا وأنت في أرض ونقدر نطلع منها لو حطينا إيدينا في إيدين بعض. صدقني يا رفاق مفيش حد هيساعدك غيري. We'll be right back.
وانا عارف انك خايف، بس قريب قوي ابعت لك رساله اقول لك تروح فين وتقول ايه عشان نطلع بالمصيبه اللي احنا فيها انا وانت. سلام رفاعي. يلا يا طنط، ده انا نزلت الحاجات كلها عربيه. لسه ما جهزتيش؟ لا يا حبيبي انا جاهزه اهو. ما ندحتنيش ليه انا ولا سلمى نشيل معاك؟ لا بسيطه 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 بسيطه. لا ما هو باين انا خلصت لبسها بقى. دي كده عنك خليها تشيل معاك. ايه العند اللي انت فيه؟ عامل زي سليم بالظبط، كانوا بيسوقوا ايه في الكليه؟ عند ده مش عندي يا ماما، البيع عايز ياخد الثواب كله لنفسه، صح ولا بفتري؟ لا بتفتري. طب يلا بينا عشان باين نفسك اتقطع. على مهلك يا حبيبي، على مهلك. دلع السلامة يا بابا، وحشتني الكام يوم اللي انت غبت عني فيهم دول. ايه اتبسطت هناك ولا الولاد زعلوك في حاجه؟ انت عاوز تلبسنا ايه بتهمه وخلاص ولا ايه؟ بترد عليا جدا، عايز اعلقني في اي اسم من الاسام. ايه علقك دي؟ من امتى ابوك بتاع تعليق؟ انا بعون الله ممكن اخد منك كل اعترافاتك من غير ما امد ايدي عليك. يا خاطر انت جديد. والله احنا اتبسطنا قوي يا بابا، حتى كمان جدو كان مبسوط جدا، مش كده يا جدو؟ بس كان نفسي انك تبقى موجود معانا يا بابا. معلش متعوضه ان شاء الله. طب يلا اطلعوا اوضكم انتوا بقى عشان انا عايز اقعد مع جدو شويه، في كلام كتير قوي عاوز اقوله له. ايه ده؟ عاوز تطلع معاهم ولا ايه؟ غريبه قوي يا رفاعي، معقوله بطل من نفسه كده بعت لك الرساله اللي كان بيبعتها؟ سلامتك اخويا جيب لك ميه؟ لا مفيش حاجة، ما تشغلش بالك، شرقة وراحت لحالها. ما ردتش عليا يعني؟ ما هو تلاقيه حسابها يعني. قال لك زناتي ورفاعي دول اخوات والداخل بينهم خسران، ومفيش واحد هيبيع التاني، يعني خلصانة من الحضانة. على قولك، أكيد ده اللي حصل. عموما المصلحة إن احنا خلصنا منه من زنا. بقول لك إيه؟ روح بقى ريح لك ساعتين، عندنا شغل تقيل بالليل، محتاج راحة. سلام. سلام يا شبح. اما انتوا يا ولاد النهارده خدتوا ثواب كبير قوي. واحنا ما كانش ينفع ناخد ثواب من غير ما نشقى كده يا ماما. على قد الشقه على قد الثواب. ما تقعد يا حسام. لا طنط الحسازن، انا بقى هسيبكم ترتاحوا. نرتاح من ايه؟ واحنا كنا بنحارب تحت عوم على عوم الفرفوره دي. فرفوره؟ اه. هي وصلت لفرفوره؟ اه. طب انا اروح اعمل غدا عشان اثبت لك ان انا مش فرفوره. ربنا يستر. سمعتك على فكره. والله يا حسام يا ابني انا ما عارفه اودي جميلك ده فين. جميل يا طنط، وانا عملت حاجه؟ انت ربنا بعتك لينا عشان تكسر وحدتنا وتطيب خاطرنا. وحدتي يا طنط؟ ما تقوليش كده. وبعدين حضرتك شفتي النهارده لما رحنا وما همناش حدش فيهم عارف يفتح بقه بكلمه. ان شاء الله بكره سيما هيطلع بالسلامه، كل دول هيندموا على اللي هم عملوه. يا رب يا ابني، يا ربنا يفك كربك وكربه. يا رب ان شاء الله. اللي بالحق، عملت ايه في التحقيق بتاعك؟ صحيح والله لسه، بس ما تقلقيش يا ما دقت على راس طبول. ربنا ينصرك يا ابني يا رب. ان شاء الله. معلش يا حسام تحط بيلو على السفرة؟ ايه يا سلمى، مش هنتغدى ولا ايه؟ حالا حالا. وانت روح حط الاطباق دي على السفرة. شفت سليم وجرأته يا سيادة اللواء؟ دخل عليا البيت ورفع في وش السلاح كأنه مستبيع. أنا بيني وبينك في الأول خدت الحكاية على كرامتي أوي، بعد شوية افتكرت كلامك قررت أسمعه، بقى مش مهم عندي هو دخل ليه، بقى الأهم عندي هو قال لي إيه. ساعتها افتكرت اللي انا اتعلمته منك زمان، دايما كنت بتقول لي دور على الصح فين والغلط فين، وانا اول ما اشوف الصح امشي وراه مهما كان الثمن. بس بيني وبينك انا لاول مره اكتشف ان الصح بقى مغروز جوه الغلط،
الاتنين في بعض، مش قادر افصلهم عن بعض. خصوصا بعد ما سمعته بالورق والادله سليم مجرم، لكن لما قررت امشي ورا كلامه اكتشفت حاجات كتير قوي ما ريحتنيش. لطفي، رفاعي، الواد الامين اللي اسمه زناتي، لا واللي زاد وغطى بقى سياده اللواء عماد. بعد ما كان عنده استعداد ان يلم الموضوع بقى عاوز يجيب سليم النهارده قبل بكره، ما عندوش استعداد يسمع اي كلام تاني. انا بصراحه ما بقتش عارف اعمل ايه، انفذ شغلي وامشي ورا القانون وانفذه بحذافيره واجيب سليم، ولا امشي ورا الاحساس اللي عمال يكبر كل يوم بالشكوك اللي فيه كل يوم. انا مش عارف اعمل ايه يا سياده اللواء. ادعيلي يا سياده اللواء، ادعيلي ربنا ينور لي بصيرتي عشان اعرف الحق فيها. خلاص يا رجاله، الخطه مفهومه، كل واحد عارف دوره. الطلعه دي ما ينفعش فيها اي غلطه، الغلطه هنا بفور، مش عايزين مصايب. ها، احنا مش طالعين كبسه على غرزه، تجار سلاح، بيت فيه سلاح للركب وطلقات زي الرز. تركيز، جاهزين يا رجاله؟ يلا توكلوا على الله. على الله يا باشا. يلا اتفضل يا باشا. مالك يا ابن الداخل انك مخطوف ليه كده؟ انت مش عايز لوني يبقى مخطوف في يوم زي ده وش الفقر، ولا انت واخدني دريم بارك تركبني الزحليقه؟ هزحلقك يا روح امك. عارف يا دي رفيع اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ ايه؟ خدودك يا منيل. استنى يا هات تليفونك، اعمل مكالمه سابر وليه عينه في البيت ومعيش رصيد. خد بس انجز، مزدين وهي تتصل، مش هتحبها على حسابي. هات يا منتن، يلا دي مكالمه كده تبقى خلصانه بسنكحه، خلصانه بعفانه. يلا والله يا بيه، ما انا عارف اخره الرسائل اللي انت بتبعتها للي اسمه رفاعي ده ايه. الرسائل دي هتخليه يخاف يا ابراهيم. طب افرض خاف بجد يا بيه وراح بلغ. مش هيبلغ، البني ادم دايما عايز يعيش في امان، وخوفه على نفسه يخليه يعمل اي حاجه تتخيلها. انا دلوقتي بحاول افهمه ان هو ممكن يبقى كبش فدا للي حواليه، وساعتها مش هيطمن لاي حد، عشان هم دلوقتي بيحاولوا يفهموه ان انا الخطر الوحيد اللي عليه، وانا لازم افهمه ان انا الحاجه الوحيده الامان في حياته. فهمت يا ابراهيم؟ ربنا يعينك يا بيه، ربنا يعينك. فرضنا ان ده اللي حصل، تفتكر يا بير فاعي هيسيب شراكاته ويسلم لك نفسه؟ الكلام ده لو سبته منه لنفسه، لكن هسويه على نار هادي، واول ما يستوي هروح له واعرض عليه ان هو يساعدني عشان يقدر يساعد نفسه. ازاي بس يا بيه؟ انت مش بتقول ده شكاك وبيشك في صوابع ايديه، هيطمن لك ازاي؟ الكلام ده يا ابراهيم لو انا رايح اقول له كلام فارغ، بس انا ضابط شرطه بفهم في القانون مش بايع بطاطا. هعرض عليه عرض مفيش حد هيقدمه له في حياته، شهادته في صفي قدام موقوف في القضيه. هو بقى يفكر يفضل معاهم ويروح في 60 داهيه، يجي معايا ويخسر خساره صغيره ويخلص بتهديدهم طول العمر. انت بتفتكر يا بير فاعي ما بيقولش لزناتي على الرسائل اللي انت بتبعتها له؟
يمكن يكون في الاول قلق، بس انا براهن على حاجه واحده بس، زناتي ما عندوش حاجه يطمن بيها رفاعي قصاد كميه الرسائل اللي انا ببعتها له. ودلوقتي او بعدين رفاعي مش هيلاقي حل تاني.